بنشوف جمهور النادي الاهلي ودوره ومسؤولياته بعد المباراه بقى. الاستاد ان شاء الله هيبقى استاد النادي الاهلي وملعب النادي الاهلي، فالنهارده بنبدا نحافظ بقى على ملعبنا. سلوكيات مهمه جدا محتاجين نتعلمها ونطور كمان في افكارنا وافكار الجمهور. زي ما بقول لك مباراه كره القدم من غير جمهور كانك ما يعني العمليه صعبه جدا. فالنهارده جمهور النادي الاهلي لعب دور مهم جدا، كان ليه تاثير كبير جدا في الفوز، ونتمنى ان شاء الله يكون وجوده دايما يعني بصفه مستمره يا رب. كابتن فتحي النهارده